كنت هزة فين في عز الليل يا مريم؟ نفسي مكبوضة، نزلت اقعد في الحوش اشمر نسمة هوا، ولا قعدة الحوش حرمة يا نبوي؟ الليل هص هص وتقعد كده في الرضية في الحوش، لما اشوف اخويا حيقول ايه على اللي طينتيه في غيابه؟ انت نظراني بعيونك انتي، ولو عملت البحر طحينة برضو اللي في القلب في القلب. قلبوك البصل وامك الثوم، ومنين الريحة دي يا مسوم؟ الحج مش عليكي، الحج على اللي بلانا بنات الغوازي. في يا سعد؟ هيدوروا على واحد هربان. هنعمل ايه مع ابو احمد يا جماعه؟ هو اللي ركب دماغه، راسه الف سيف ياخد حقه بالكامل. الحق ما يزعلش، ابو احمد اترفد النهارده، بكره الدور يجي على الباقي. ما الشغل على جفا من يشيل. ايوه، بس اللي حصل مع صاحب الشغل هنا هيحصل مع غيره. يعني هنعمل ايه؟ انتوا لو ليكوا نقابه ما حدش يقدر يقول لكم تلت التلاته كام، والواحد لو رقد ولا عيه النقابه توديه للدكتور وياخد اجازه ويوميته تبقى ماشيه وما يبقاش عاله على الدنيا. عين العقل يا ابو علي، كلامك ده عايز له حجرين جوزه. الشاي يا عم سعد. يا ولد انا طالب القهوه سعد. ما كفاك المر اللي بتشربه. صعيدي جابوا رجله في التحقيق قطعها. قاعدة على الرحايا مكفية، صوت الحبوب مغنى سوائي، النات خريفية. مين انت يا شابة يا محنية؟ انا بعت عقدي وعقدي طوله بلاد، وكسيت بجلدي الولاد. ايدي على الرحايا وقلبي، قلبي حب انا بطحنه بايدي، لكنه ريم البحر في بياضه وجلبيتي سواد. ودوري يا رحايا وتحت توب الأحزان، دوري مع الدايرين ولمي في الغربة وفي الخلان، وفي الشعور البكر والمطوية والشومة والكرباج والعكاز. ودوري يا رحايا، نزل لنا دور شاي، خلي الدور يحلى والرحايا الدور. قول يا حسن يا مليح. حصوة في عيني اللي ما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نص الكلام ده بتاعي والنص مش ليا، انا جبته بدراعي. المغربية عيون والمشربية مغرب، في قلبي وزنة كلام يا ايدين يا وزانة، يتشد فوقها الحزام وتلعبوا الزانة. والناس عيونها كلام وكله كلام. يا سلام يا حسن. حصوة في عيني اللي ما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اصل الحكاية عن ولد شبهي وشبهكم تمام، في قلبه لسه بيتولد قمر الحواديت والشجن والكلام، شبهي وشبهكم تمام. وفي ليلة من ذات الليالي راح راح، والقمر مخنوق والعتمة ملهاش عيون. على فين؟ العلم عند الله، لا حد عارف مين مبحر مين ولا مين مشرق مين ومين مؤنس عتمته بسكين. ومالوش حد في البلد؟ كان لأخت وحيدة تتألم، خرصة صحيح لكن كل ما فيها كان بيتكلم، في عينيها حزن وريح، عالم بحاله جريح. هي الوحيدة اللي عارفة ليه رحل وفين، لكن الجبل عمره هيتكلم؟ الله يفتح عليك يا حسن. والله كلامك يا ابو علي معقول، بس الكلام مكفول عن مكفول.
دور تاني في الخمسينة بيتكلم زي ابو علي. البوليس سأل عليك النهاردة. ما انت عارف مش عوايد الطول بقى القاعدة في مطرح واحد. هشد الرحال من جديد. انت يعني فكرك هتسلم منهم؟ دول في كل مطرح لهم عين. ولا يهمك، انا خلاص اتعودت على الترحال، بقى بيني وبين المطارح عشرة بناسها الطيبين اللي زيك، ولو كانوا عارفين ياخدوني كانوا خدوني من زمان. أنا خايف عليك يا ولدي، دول مش هيهملوك واصل. الخطر حواليك منين مطروح؟ ما تقلقش نفسك، في ناس ولاد حلال عارضين عليا شغلانة في بلد مش بعيد عن هنا، هروح أشوفهم وبعدين أبقى عاد عليك. أستأذن. في رعاية الله يا حسن. الحمد لله ما شاء الله، شغلك حلو قوي يا ام العيلة. الله يحليلك دنيتك، طول عمرك تجبري بخاطري، ما هو كله من خيرك. ما تقوليش كده، ده انت ست الستات، الله يرحم ابو الاولاد. اه يا ست عنايات، هو البيت من غير راجل يسوى حاجة؟ ربنا يعينك على كدك وجهدك. الله يجازي اللي كان السبب، يا ما مرت علينا ايام فسيوط زي الريح ما خلتش. ربنا يعوضك في ولادك، واللي حصل في السوق ده سبب، محدش بياخد اكتر من عمره. والنبي يا ست عنايات تاخدي بالك من الجدع ده، ده طيب ومن طينة طيبة، بس باين عليه شايل حمال كتيرة وداقي المر في حياته. حسن انا عارفاه مليح، ربنا يقدرني وقف معاه. ها عامل كيف يا حسن؟ زي ما انت شايفه خلع عنايات، بتقلب ما بين الشقة والتعب مفيش راحة. شفت اللي اشتريته من ام العيلة يا حسن؟ ساعات الحرمان بيخلق حاجات جميلة ويحول الروح الذليله لروح شفافه. تعال يا حسن. تعال. فيه راجل كبير زارنا في العرابه، فتح محلين، محل بقاله وجنبيه قهوه، عايز حد يساعده. تقبل يا حسن؟ اه تبقى جنبي وتعودنا عن الراديو اللي الكهرباء قطعه انفاس. ما حدش يكره الشغل والايد البطله نكسب. يا سلام يا حسن على العرابه، بكره الخير هيدخلها كتير والعدل هيدق دافع. دول هيفتحوا فيها مشروع فندق كبير هيجري البندر بحال. امال ايه؟ وهيفتح ابواب رزق الناس كتير، اللي بياخد قرش هياخد قرشين. لقمه عيشك عندنا، لازم تيجي يا حسن. اجي دلوقتي، انا خلاص ما ورياش حاجه. يا ريتني كنت زيك، مفيش حاجه مكتفاك واصل، عامل زي الطير تحط في اي مكان. بعد الشر عليك، ما تستحمليش تبقي زيي. انت شايفاني حر، بس انا بدفع ثمن حريتي كتير. ايه ده الثانيات عني؟ شايف يا علا؟ ده بنت النشواني دايرة على حل شعرها، عار وحل على العيلة كلتها. Thank you.
كنت في أسيوط عند الكوديات. أنا حرة وأنت ما تملكش تحكمني. أحكم نفسك. أنا مش هسيب لك الحبل عشان تفجر وتجيب لنا العار على آخر الزمن. أنا ما بغلطش، ولو كنت زي ما بتقول كان زمانك قتلتني. اغلطي، وجودك في حياتنا سوء. أنا ما بزيش لحد ولا بزين نفسي، وأنت عارف ما حدش بيزين لنفسه وللناس غيرك. أنا مش عارف ليه ربنا ما خد كيس زي ما خد جوزك وبنتك وريحني من كلكتك. بزيادتك يا حفني فضها اعراق مع اختك. انا اخويا الكبير والمسؤول عن العيله. يا ولدي لازم تفهم اختك وتعرف ايه اللي جواها. انا فاهمها قوي. فرق يا ولدي بين انك تفهم وانك تظلم. ما بقتش عايشه حياتي زي بقيه الناس. ما قلنا خلاص يا بنيتي، دي مشكلتي ومحدش هيحلها غيري. اروح زهر اقعد، انا حره ما بغلطش. حسني مستعري مني ومن حياتي عشان قليل راجل. برضه الطفل ما يطلعش من لحم يا دولتي يا بنيتي. وانت يا حفني اختك محتاجاله ونفسيتها مش رايقه. هتقول لي عبدها مفوف مخها طاقك؟ يبقى لازم ترجع لخانكه مطرحها هناك مش هنا. لو اتجنيت زيي هتتدهر من غلك وكرهك للناس. خلي انت زي لقمه ابوك الناس. ما تغزو الشيطان يا ولاد. بخيت مزروعه هناك مع اشكالها في الخانكه، لكن انت ابوي اللي صممت على خروجها عشان تفضحنا. انا ههمل لك المطرح. عايز تدفني بالحياه زي ما بتعمل مع بنات الناس؟ ده مهمك اوعى. عن اذنك يا حفني هنزل البلد اشتري شويه حاجات للولد من اسيوط. روحي دلوقتي مش وقته. عايزه حاجه يا دوله اجيبها لك معايا؟ قلت لك مش وقته. نفسي تنكسف من نفسك، دي مراتك ضفرها برقبتك يا بتاع شكاشك. هيجي يومك تعتبرك من دنيا. ولادي الاربع استنبويه سافروا بر وما فاضلش غير عبد الكريم، ويريته عاوز يقعد. كلهم اتعادوا من بعض، الواد اتبدل. غلبت اقول له اقعد ما تهملش ابوك لوحده، يشقى ويجد في الجراتين اللي حليتنا. هي الاخر زمن. يقول لي يا اختي مش عايزه ادفن نفسي بالحياه، ده العيشه في العرابه ما تبل الزور الطير. العوافه ليه؟ مش عوايدك ما تعديش علينا يا ام حبيه. اسكت يا استنبويه، الحال مش ولا بدي معاك. ليه يا اختي دي البنانيت عماله تبر في العيله؟ يا حاصرتي بنت مطايع جابت ابنية من اسماعيل، وبنت محمود جابت ابنية من توفيق، والبنت عدلات جابت ابنية من ولد عمها. قطعة البنانيت وخلفة البنانيت ما بيدونيش فلوس كتير تعب بيدي، والبيت اللي يجيب واد بيعطيني فلوس بزيادة. يوم الولادة والسبوع والطهور، وفي الدخل اكبر وفي الخارج اكبر، حتى لو كانوا ناس على قد حالهم. ودي حاجة بيدي يا سنبوية لحكمة ربنا. العواف يلا يا مريم اعملي لي كم عشان تروح المستشفى. رايح ما جابلاش تخلف عيل اخويا يتعكز عليه، ده اللي يخلف ما يموتش يا ام حمديه. ايوه يا شيخه دي مريم مكسوره وجليله العبا ويتيمه، ذنبها تغجب جرار امها. ده عرق دسات واللي ملوش اصل ملوش اساس. تجري زي الخيل، وانتوا عارفين الخيل عارف ارضها واصحابها. قصدك ايه؟ اشمعنى انا اخترتوا حته الارض دي بالذات لمشروع الفنطاس؟ مفيش غيرها في البلد ولا ايه يا علام بيها؟ كلك نظر يا حفني. ومنقدم السبت. انا متاكد يا سيد حفني انك انت وشيخ البلد هتحققوا نسبه كبيره من الفنطاس، والنسبه دي في حد ذاتها تخط، دي مش هتقل عن 80,000 جنيه وممكن تزيد، واظن ده رقم مش صغير. ما انت عايش في المدينه ممدوح بيه وعارف،
ورأس عالفير وغطاء. فكرك ان السبادة هتخش جيب لوحدي؟ لا، المبلغ ما يكفيش. وبعدين انت بتعد الموجود معانا هنا وناس اللي مش موجود ولا هم كمان، ودول مش واحد. المسألة مش هينة وانت سيد العارفين. وعلى العموم اللي يقوله حضرة المأمور ماشي. الناس هنا عايشين في الطراوة مش عايزين يتقدموا، واحنا عايزين نقدم لهم المدنية والتقدم. احنا واثقين منك وبنحترم وضعك ووجودك. مش معقول نختلف على اشياء تافهة. علام بيه راجل فاهم ووضعه في الحزب كبير، وما يدخلش اي مشروع الا اذا كان ضمنه في جيبه. الاخلاق والضمير اهم ما في الرجل الحزبي. احنا بنخدم وبنخدم فقط وبنسهر من اجل راحة المواطنين. والبيه المأمور عارف مسؤوليتي في الحزب قد ايه. تصوروا انا مش قادر اخد اجازة ازور اهلي وقرايبي هنا. نهار وليل توقيع على الطلبات، توقيع على الطلبات. خلصونا بقى، عايز الحق المجد. بس احنا ما اتفقناش لحد دلوقتي. على العموم مفيش ان شاء الله اي خلاف. حفني والشيخ رضوان من رجالتهم، واحنا كلنا اخوة وكل واحد هياخد حقه. اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجاري ما امدح فيها. ميرسي. سيجاري علم بيه، وانت عارف ما بغيرش. ان كان ولا بد اخذ. واعزم على اصدقائي. الموضوع عايز دراسة وفحص وتفكير، وانا ان شاء الله ساصل الى نتيجة عظيمة. انا ضد ان اظلم احد. ان اسفقناكم لا. احنا قلنا خلاف مفيش. إذا كنتوا هتختلفوا خدوا الفرق من نصيبي، المهم يتحقق المشروع. طيب استأذن أنا علشان ألحق القطر. لا بدري يا بهوات، بدري من عمرك. شربتوا العرابة بحلها. عايزين الزيارة تتكرر تاني يا ممدوح بيه. أنا عارف إن صفقاتك كتيرة في المدينة، وعلم بيه العمل السياسي واخده على طول. متشكرين يا حفني. طب نشوف وشكم بخير يا رجالة. السلام عليكم. مع السلامة. Thank you.
الاخبار شيخ البلد فين يا خالي؟ جابر كبر وتعب ملوش حد؟ مفيش غير اخته نبوية عانس يا كب ومريم مرته وبس، والاثنين ما يقدروش لا على البقاله ولا القهوه. وجابر دوره ايه؟ الكلمه كلمته والشورى شورته. هما ثلاثه في البلد اللي لهم باع وكلمه، سي رضوان شيخ البلد بحالها ربنا يحميه، وجابر وحفني. مين حفني؟ بسم الله ما شاء الله، عقبالك اما تبقى زي حالاته. هو تاجر البصل الفرادي في البلد كلها والبلاد اللي جنبها. ابوه عايش بس خاب والكبر بان عليه. مفيش غير اخته دوله متعلمه ومتنوره وقضت شبابها كله في مصر، مسكينه ربنا ياخد بيدها. وكوثر مرته اميره اماره تقولش عليها بنت مدينه. وشيخ البلد جوزي ربنا يحميه، هو سرهم وشرطهم في البلد كلها. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسن يا سي رضوان جدع امين وعايز يعيش ويرضى بقليله. انت متجوز ولا فرادي؟ انا عازب عم شيخ رضوان. فرادي يعني؟ مالكش قرايب هنا ولا حوالينا؟ انا ماليش غير ربنا والناس الطيبين اللي زيكم. طب تعرف مين من الناس؟ كل الناس ناسي بس انا غريب. يعني ما تعرفش حد واصل؟ ما هو مريم ونبويه وصوني على واحد يشتغل في البقاله، لقيت حسن فصيو. بس الكلمه كلمه جاب يا شيخ، دول مأكدين عليا بقالهم مد. انت طول عمرك كده غاوية خدمة الناس. لو ما نفعش في الشغلانة دي ابقى شغاله انت بمعرفتك. عن اذنك حودي حسن البجال. يلا يا حسن، الناس للناس وبالناس. مع السلامة. بسافر بسافر بهاجر بهاجر، امتى حتلقى المحطة وترسى يا حاير؟ مر السؤال علي ملوش عالسكة آخر. من مصغري لمكبري مسافر، بغوى مشاوير الهوى والدنيا. والقطر واخدك فين؟ القطر واخدني بلا محطة. وآه يابا آه يابا يابا عليا، لا دار ولا مرسى ولا صبية. وديني ماشي في رحلة الشقا والرزق والترحال، كأني سؤال. يا هل ترى يا مطرح الجديد، يدي القدر بتخبي ايه من بعيد؟ كما طفل وانت العيد بحن اليك، قولي وطمني، حلاقي رزقي ولقمتي الهنية ولا نهايتي فيك؟ وقفت ليه يا حسن؟ ابدا مفيش حاجه، ده بس خاطر هل علي. امير وابن حلال، انا حاسه ان قدمه هيكون خير على المطرح. جرب. اسم النبي حرصك، اسمك ايه؟ يا بنتي، أمّا، حصلت حاجة؟ أمّا، إيدك،
تعيش انت دي العيون. اما تكبري قوي. اما ما فيهاش حاجه، ما غيرهاش حاجه. معلش يا بنتي، يا ريتك كنت غرتي واندهستي وخلصت مني. بنت النشواني لسه بتسوق عربتها؟ نصبين فرح ولا ايه؟ بدها ترجع زمن امها وتحيي اللي فات. بقى لما انا غير تعمل اللي على مزاجك. نورت العرابة كلها يا سيد الرجال. شرفت الدار يا ست عنايا. احنا متشكرين قوي على تعبك وسؤالك. تعبك راحة يا سجاد. كل عن اذنك يا ست عنايا، محتاج ارتاح شوية. جابر متغير، يظهر فيه حاجة بينه وبين مرته. مش قلت لكم مريم حدوق الأمرين؟ فاكرة الحال حيدوم لها بعد اللي عملته في غياب أخوي وهو جه وحيطفح الدم. مالك يا مريم؟ ماليش، وشك مخطوف. شفت المرار اللي أنا عايشة فيها ست عنايات؟ الدكاترة قالوا لي جابر مش هيعيش وخبوا عليه. مصيبة وحلت علي. ايه المكتوب لي وايه اللي حيجرى لي من بعد؟ راكي ايه تاني يا نبوية؟ ابدا يا اخوي، انا عارفة انه مش وقته، بس الضرورة لا احكام. خش في الموضوع على طول. اصل في جدع جايباه ست عنيات يشتغل في البقالة. ده جابته منين ده؟ غريب يا اخوي. وهي العرابة خليت من الرجالة عشان يجيب راجل غريب، وده هياخد كام؟ ده على كد يدنا وهيشتغل بلقمته، وكلها كم يوم وترجع لك عفيتك احسن من الاول. العافية يا رضوى. الله يعافيكي، ما طمنتنيش عن جابر، كيف صحته؟ انا رحت عشان الجدع اللي خاطره شغله، لقيته تعبان ومفيش منه رد. طب انت قلبة دماغك وسنبنا ايه؟ احنا مالنا ومال؟ انا بتكلم عن جابر. جابر خلصان وقطع النفس. الواد ده قلبي مش مرتاح لخلقته. يا شيخ قول كلام غير ده. انا كنت كل ما اروح اسيوط كنت اجر له هناك، وكل ما جاب حد كان يشكر لي فيه. ولا هي الجميله حرمت يعني؟ بلاد ضيق من خرم الابره، ما تتحملش حد واصل. وقال عدة خدماتك يا جحا، واحدة واقفة وواحدة قاعدة. بلدنا الخير مغطيها من ساسها لراسها. عشان كده بقول لك العين الغريبة ملهاش مطرح عندنا. أربعة جاي مظبوط وثلاثة معسر أصلي. زيح العيا مر. نار يا ولاد نار. اشرب العرق مدفون تحت الأرض بقاله 5 سنين، معدل ومقصر على جريد النخل. جرب ما تقولش لعدوك هتصبح تدعيلك. يا عم الضرب في الميت حرام، على رأي الطوب عندما استيقظ نام وارتمى بين الظلام. مشروع الفانتازيا سيبنا لفندي، افيدنا في ايه؟ فايدة المشروع كبيرة جدا. المشروع هيوفر للعرابة وللناس احتياجات كثيرة جدا. مثلا المشروع هيستوعب
كل الايادي العامله. ده بالاضافه الى ان ما حدش هيكون خالي شغل، ده غير ان الميه الصحيه هتتوفر للناس. المهم نلاقي شغل الليلة كلنا. ممكن الميه تكذب الغطاس. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. قول لي يا معلم، ما لقيش مكان بالإيجارة بات فيه. وهي العربة فيها لجندار. أمال يا جماعة؟ ضبيط الله. جاي من فين يا ابني وبلدك إيه؟ هنا بلدي وهناك بلدي. ده بإنه جاي الزكا علينا. أنت جاي هنا تسوي إيه؟ جاي أشتغل وأكل لقمة عيش، والرزق ملوش مطرح وملوش مكان. يعني شايف الشغل مقطع نفسه يا خاي. يا اخوانا يا اخوانا، تعال ما تفقدش الامل. يوجد هنا شخص يعمل ميكانيكي لماكينة المياه، مثلك غريب وعازب. هو بيجي هنا بس مش كل يوم. طب اذا ما جاش؟ اذهب اليه وتكلم معه، فمن الممكن ان يقبلك ان تشاركه السكن. اسمه ايه وبيته فين؟ اظن ان اسمه عبد الله. وبيته اقول لك انا، تقابل محرقك اليمين لغايه ما تلاقي ساقيه، لو شغاله تبحر مع راسك. طب لو الساقيه واقفه والبقره تعبانه؟ اتشرق. جميل جميل. هتلاقي طريق على يدك اليمين. والطريق ده بيروح فين؟ ما بيروحش واصل، طول المطرح ده. اللي يسأل ما يتوهش. السلام عليكم. لا 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 بركاته. اتفضل. Yeah.
السلام عليكم. شكلك بقول انك غريب مش من هنا. اللقمه مره وليه نصيب يكون لي رزق هنا. الدنيا ضاقت عليك؟ ملقتش غير المكان ده تشتغل فيه؟ مكتوب عليا التوهه والترحال في ارض الله الواسع. اي خدمه حسن؟ وعرفت اني مش ممكن ابات في حته تانيه اللي عندك. يا هناك على اللي انا فيه دي حته اوضه قد كده. لا مؤاخذه عن اذنك. طويت بوادي ومزارع يا قطر عمري يا ضايع. وقف الزمن جوايا أنده ويرجع نداية. الأرض بيتي وغيطي وسماها هي غطايا. أشكي لمين بلوتي؟ قوليلي يا نجمتي يا مونسة وحدتي يا صحبتي في مسايا. انت جاي تشتغل مع بتوع الفنطاس؟ لا انا هشتغل في بقالة المعلم جابر. قصدك عند الست مريم؟ ست بتشيل شعرها وتلمه وترفعه لفوق وتدفنه في منديل وتحط فيه وردة، ولما بعترته في اخر النهار لقيت الوردة دبلت وماتت. الا ده انت بتفهمها وهي طايرة. بقولك ايه، انا ما عنديش مانع تبات الليلة هنا، بس من بكرة تدور لك على مكان تاني. ماشي اتفضل. كنت فاكرك من الترحيله اللي هيشتغلوا في المشروع. بعد اذنك. تعال. الظاهر عليه مشروع مفيد. مفيش مشروع بطال، بس الركع النية. اتفضل هنا يا سيدي بقى هتنام. والناس هنا نيتها ايه؟ بيتعلقوا في اشياء قايمين نايمين يحلموا، بس الخوف يصحوا يلاقوا نفسهم زي ما ناموا. انا بقى بحلم بغابات خضراء فيها بني ادمين مش وحوش. بحلم بابتسامه تضم الناس وتخليهم زي الصوابع لليد. كلامك موزون، بس عايز اعرف انت ايه. انا مفرقش عنك، على قد حالي وقلبي مع الناس اللي على قد حالهم.
البلد هنا فيها ناس كتير على قد حالهم بيشقوا ما لقوش الا ده، وفيها ناس لابسين توب البني ادمين بياكلوا شقاهم، وفيها ناس طيبين لا ليهم في الطور ولا في الطحين. خلص الجديد والقديم مع اللي ما تتسماش فكران هاد وهفوق بيديلها فوقنا فخي. عار النسا باقي ما بيموتش، ومتماتت وعارها باقي في عينيك وافعالك، واللي يعمل قنطرة يستحمل الدوس. مش كفاية ابوك اتحرق، عايزة تحرقيني زي حالاته. ابويا هو عايش كنت حواليه، كانت له كلمة وقولة، فتح له فجعبته وخلى مطرحه مطرحه، يوم ما حرقوه ما لقاش حد يقف معاه. ايوه، خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكم. لا والله خليك عيله وبتداري فيها دلوقتي. ليك حق، محتاج اعمى لو كان بصير. نسيتي رميتك منين؟ ها؟ قوليلي، من الحواري، حيطه توديك يمين وحيطه تجيبك شمال، مفيش غير التراب تسفيه. عايزه تعمل لنا فضايح كمان؟ مين اللي لمك يا بنت الخواجة؟ مين اللي ستر غيري يا خلفة هز البطن؟ ما خليتش جهدي فوق جهدي عليك، اديتك عمري يا جابر. امال ايه اللي سويتيه وانا غايب؟ غورة من وشي، ولا اقولك عليه لازم يمشي. شيل البهرجة والزينة ولم الفجر ولميها، جاتك مصيبة تاخدك. المعلم جابر رجع، مالكش عوزة عندنا، روح شوف لك مطرح تاني تلاقي فيه شغل. انت مالكيش علينا قول ولا امر، اخويا هنا واللي يقوله يمشي. بس انا ما يخلصنيش اقعد واتسبب في مشكله بينكم، انتوا عيله واحده وبتقسموا رغيف واحد. انا ان رحت ولا جيت غريب، واذا كان شغلي هنا هيعكر ميتكم. الارزاق على الله والخطاوي نصيب. تعال يا حسن نطلع للمعلم جابر، ده انت باين عليك معدنك اصيل. تعال يا اخوي مريم وعمايلها. طيبتين تاني قال لي ايه كلمه كلمتها وهي صاحبه الامر والنه. من ميتك لها كلمه، دي ما تملكش غير خرجاتها اللي عليها. انتوا اهلي يا معلم جابر، وما احبش اكون مسمار بينكم. مش قلت لك يا اخوي غلبان وعايز يعيش. انزل شوف شغلك، اللي تقوله نبويه ماشي، الدار والبقال اللي يصون حرمتهم.
الله العمل بمشروع الخزان ونعلن عن هذا المشروع الى والله وعطروق يا عرابة وحنبطل شرب الدخان الفرط اللي قطع نفسنا بعد ما دفعت تحويش العمر وطلعت الباسبورت مش مسافر وحشتغل في المشروع ده الغربة تربة تصوروا بعد المشروع ده ما حيخلص كل بيوت البلد هتدخلها المية الصحية المكررة بدل ما كانت بتشرب من مية الزرع وبكده نسبة البلهارسيا هتقل جدا يعني في فرق بينه وبين المطور الفرق شاسع مطور المياه بيروي الزرع والبهائم لكن ألف طاس ستخصص مياهه للشرب فقط لازلنا دور شاي لا فندق على حسابي شاي ايه يا عم الناس هنا بتفرح بالحلم قبل ما تشوف دعامة العقل الحلم بالحلم وبالأمل تركه الجبال طب مش لما ينجح المشروع ولا هنفرح بآخره قبل ما نعرف أوله وبعدين لازم نعرف الإيدين اللي ورا المشروع ده احنا كده بنقرع الخير مش وش نعمة لكن حذاري أن تشتكي الناس في مصالحهم لحد الوقت مش عارفين يدفعونا كام وانت شايل هم ليه مفيش غير شيخ البلد هو اللي هيجيب لنا حقنا هو اللي هنمضي معاه عارفين مين المقاول اللي هينفذ المشروع صح ومين ده ده السمسار اللي بينكم وبين الحكومة انت بتبدأ في مالطا اللي العميان بتوريه الطريق بيحصل له ايه او بينزل في حفرة بيقع في بير وحتى لو سلم بيطلع مدشتش بلدنا دي عاملة زي الابرة بتكسي الناس وهي عريانة المشكلة في الجهل يا عبدالله على فكرة المشروع ده فيه إنا انا خلاص تعبت يا بنيتي الدنيا مش ريداني جيت على عليها وعليكم ما تقولش كده يا بابا انا اللي ماليش مكان هنا يا اخوك عم اجيك كان عايش الدنيا ما بتديش حد كل حاجة ما نبعتش ليه لأخويا كامل ييجي ونتلم بدل ما احنا متفرقين كده معليش يا بنيتي ده اللي رايد حفن اخوكي اخويا كبيرة كلمة اخ عليه هو اللي جوزني مدحت علشان ضابط بوليس مع اني كنت جايبة مجموع في الثانوية العامة وخلاني ما كملش تعليمي وهو اللي اتخانق مع كامل اخويا وطردوا عشان حاجة هايفة وكوثر المسكينة اللي اتجوزها على طمع مرضك يا بنيتي الحاجات المليحة بتغطى على الحاجات الوحشة هو خلى مليح ولا وحش ده ما خلاش حد ما افترش عليه ريحني يا ابوي ليه ما سافرش مصر عايش في بيت المرحوم جوزي معليش يا بنيتي معليش الحمد لله على سلامتك يا ست دولة لا لا ده انت بجيت تعال خالص صحة وعافية عدم المؤاخذة اصل سايب الكرة في التلفزيون الشيخ الشعراوي يواصل خواطره حول القرآن الكريم الذين يحاولون وقف مسيرة الإسلام كمن ينطقون أيوة يا عم الحجن شغال على ودنه قطعة يا أخي الحجن اللي بالشكل ده ليه ما القرح جاي زي المكوك ولاش يا معدن يا راجل دول سايبينها على حل شعرها ده أنا لو كنت أخوها كنت قطعت فرطها ولا كنت شفت حد تاني يقتلها وسرحنا من أفعال يا جماعة الست دولة ست مريضة عقلها خف من يوم الحادثة اللي راح فيها جوزها وبنتها بنتي لا هي أول واحدة ولا آخر واحدة تقع في مصيبة وتلبس عقد الحسون لا يا سيدنا يا فندم دي بدها تفجر وتوسخ سمعة العرابة ما تفتح يا أخي ولا أنتوا بس مفتحين للكلام الفاضي وسط الخلق يا مؤاخذة أبو خاله ما كانش قصدي طب روح دلوقتي من قدام روح لو انت معباي وجاي تفش غلك فيا طب تعال تعال يا هنشوف هيلعب مطرح مين محمود حسن
هيلعب مطرح محمد رضوان. محمود حسن نمرة 15 نازل بعد مليون 39 دقيقة، هيلعب 6 دقايق إن شاء الله. مش عايزة مساعدة يا ستي مريم؟ خد ندخلهم جوا، اعمل لك حاجة بدل ما أنت محسوب علينا بالكذب. احذفهم برا لحد ما نلاقي لهم صرفة مع بتوع الكهرباء، مش ناقصين زحمة على الفاضي. حرام يا ست نبوية، يعني احنا شايلينهم فوق راسنا؟ لو ترموا برا مش هيبقى لهم ثمن. اعمل اللي بقول لك عليه، يمكن يبقى لهم عازة ونعلقهم سيوف. بس بتموت مرة واحدة، أنا كل لحظة بموت وبنتفي ومعايا أبويا وأمي. الحق ضايع بين البني آدم وضله، لكن برضه في أمل. حرام عليا أحس إن أبويا ما انحركش، ودي قهوته وده نوره اللي كان مونس ليالي العرابة بحالي. دست على قلة حيلتي بس ما تعلمتش أخاف. مطرح ياخدني المطرح، وخطوة توصلني الخطوة، وناس لناس وبلد لبلد، ومن المطارح والخطام والناس بتموت حاجات حلوة. كذب، وما بين الكذب والحقيقة ناس كتير راحت في الرجلين. فتكوا بعافية. الله يعافيك يا اختي، انستي وشرفتي. الله يقلبك. ده البيت نور. مع السلامة يا اختي. الله يسلمك. الف سلامة. انستي وشرفتي يا حبيبتي. مع السلامة. وانت حسن سيب الكلام الفارغ اللي في يدك ده، وقوم روح حصوت وصي على جبنة وحلاوة وبلوبيك وسلمون. حاضر. مطروح مستني ايه؟ اغدلهم عزيتهم، مش هم اللي شغلوك. محمود سيد عبد العال. ايه؟ محمود سيد عبد العال. سيد عبد العال اللي بعد فتح محمود فرج. نعم فتح محمود فرج. فرج اللي بعد عبدالكريم مصطفى ابراهيم. عبد الكريم مصطفى ابراهيم. ابراهيم اللي بعد حسنين تمام طه. حسن جنى محمد. اللي بعد اسحاق لبيد. الاسم الكامل اسحاق لبيد اسحاق. جايب الست عنايات وبيشتغل في بقال الجابر، مقضياها جمعيه خيريه. خلي بالك من الناس الغرب. ما دام من مجايب عنايات ما تخافش، الناس هنا بيضة وفي حالهم، ما لهمش في المشاكل. يمكن يكون كده ولا كده، مش عايزين ندي فرصه لحد يمسك علينا اي حاجه. انت قلت لي اسمه ايه؟ بيقولوا حسن. والله ولك وحشه كبيره يا ابو علي، نورت مطرحك. منور بصحابه يا معلم سعد. من يوم ما فتنا والرحايا دايره معانا، يعني ما غبتش علينا لحظه. سيرتك ما بتهملناش واصل. لكن قول لي الدور عامل ايه معاك؟ كل ما اطرحوا لي دور جديد، وانا جاي مخصوص عشان اطمن عليكم وعلى المعلم سعد. واحنا اللي قلبنا وكلنا عليك. انا عايش بيكوا هناك في العرابه. يا بخت العرابه بيك يا حسن، ويا بخت الناس اللي هتتدفى بحواديتك. انا ما بعملش غير الواجب. اسكت يا حسن على ابو احمد، كان بدنا يكون معانا دلوقتي. بس مرته بتولد واقف معاها. لسه كنت هقول ناقصنا واحد. هو عمل ايه؟ ده مش بس ابو احمد، ده احنا كلنا بقينا على ذمه النجابه، ومبقاش الواحد مهدد بقوته وقوت عياله. طول ما انتوا نفس واحد محدش يقدر يدوس لكم على طرف. اوعى الشغلانه جديده تاخدك منا. الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا هناك معاكوا وهنا معاكوا. ماشي اخوانا، انا ما قعدتش مع الراجل. تعالى يا حسن. عن اذنك. خير. هم العرابة يا حسن، انت مش ناقص مشاكل. العرابة هتبقى فيها سلطة كبيرة، وانا حافظك وفهمك، مش هتسكت على الحال المايل. انت عارف العطب بتاع مشروع الفنطاس وجع على مين؟ لا
على حفن النشواني تاجر البصل، بيقولوا شيخ البلد وجماعة من البندر داخلين معاه. يعني المشروع فيه هبرة؟ دي كومبينة يا ولدي، كفاية اللي جرالك، ابعد يا حسن. الناس ريقها ناشف، عطشانة لحتة ضل، حتة نور. ودي مشروع الفنطاس اللي هم حاطين كل أملهم فيه، مش عارفين انه حبال وليف والأساس ضعيف، وهم لوحديهم اللي بيدفعوا التاني. وحفني وشيخ البلد والكبار هم اللي ياكلوها هي ولعة. يا عم يا عم قول يا باسط. ما تقولش كده يا عبدالله، بص حواليك للدنيا الواسعة المزروعة خضار، زي ما في حفني وشيخ البلد وأشكالهم، في انت يا عبدالله وفي الخال عنايات وفي ناس تانية كتير. نية الحسنة مش كفاية، طول ما ده في وادي وده في وادي المشوار هيبقى نفس المشوار، والدنيا هتبقى هي نفس الدنيا. أنا كل ما بفتكر لما كنت طالب في كلية الهندسة، الحماس والحب، كانت الدنيا قدام عينيا واسعة، لغاية ما مسكت فريق التمثيل وابتدت المشاكل. اخترت مسرحية وقفوها واتسجنت وهربت، لغاية دلوقتي وانا هربان من غير ما ارتكب جريمة. جريمتي اني ما كنتش بخبي جوايا ألم الناس. كرهتني المدينة وكرهتها، وهربت للريف أدور على بكارة البني آدمين والقلوب البريئة اللي شبه الشجر والنخيل. أنا لا دخلت جامعة ولا يحزنون، يا دوبك خدت الإعدادية ومن منازلهم. كنت بحرم نفسي من حاجات كتير علشان أشتري كتاب أقراه. كنت ببص حواليا للحاجات وللناس، بس ما كنتش بشوف. دلوقتي بشوف وأنا مغمض. موجة لوحدها بتتكسر على أي صخرة صغيرة تقابلها. مفيش غير إننا نبقى زي الشلال. لازم يا عبدالله نفتح عيون الناس على مشروع الفنطاس قبل ما يفوت الأوان. جاتني لحد عندي يا ست نبوية، قلت لها يا مريم حرام ربنا ما يرضاش بكده، قالت مش رايدة خلفي. قلت لها جابر محتاج لعيل يسند في شابته، قالت مش رايدة يعني مش رايدة. نزلت لها العيل. يعني أمك يا أخو يا حسرتك على الخلفة يا جابر، عملتها بنت الغزية زيها يعمل أكتر من كده. اسمعي اطلع بشوية سلمي على جابر وتخليه يعرف انك قلتي لي حاجة، وهو حيديك اللي فيه النصيب. حصل وصل. حصل ايه؟ شيلي يا اختي شيلي، بقى بتقدر على العمايل دي كلتها من ورايا يا مريم. انا ما بعملش حاجة من وراك، طول عمري طوع يدك. انت مش عارف ان مفيش حاجة بتستخبى عليا في البلد. انا لا بروح ولا باجي، انا اوضتك للقعدة التحتانية. لو جرالي شيء هتبقي تحت رحمة نبوية. الركعة عنية اللي هي قالت لك تعض اليد اللي اتمدت لك واتسطرتك. يدك فوق راسي. ما سجدت نفسك كيف؟ مين اللي قالك؟ تسألي ليه؟ انت مش عملت العملة ونزلت العيل؟ جيتي تحرميني يا ديك، حرمت نفسك. أنا طول عمري محرومة. بقى نزرع اتفضالي وأحط السم بيدي في الطبق اللي باكل منه؟ تاكل عيشي وملحي وتخنيني يا حيه؟ عايزه تعمل ايه تاني بعد ما غرست الناب في ظهري؟ ها طول ما انا صاحي القرى دي ما تهملهاش ابدا. البقاله هوجي فيها راجل وبياخد اجرته، فاهمه ولا فهمك؟ ها قومي غير جو، قومي هتاخدي ايه من رجلتك غير العيل؟ بينا يا بنيتي، بدل حبستك هنا نروح نطلع على المعلم جابر، ناخد بيده في رجدته، وكمان ناخد بيد المسكينة مريم. مسكينة من يوم ما بحبني يا مراري عليكي، عمرك ما تنسي حاجة واصل؟
قوم قومي قوم. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. المطرح لون منور بناسه. معلم جابر لسه بعافيه؟ لسه ما شدش حيله. اروح اجيب له دكتور من اسيوط. دايما فيك الخير يا ست عنيات. سلامه المعلم جابر يا ست نبويه. الله يسلمك يا ست دوله. ما نعودكيش في حاجه وحشه. امال فين حسن؟ راح اسيوط يستعوج البضاعه. عامل ايه معاك؟ خلي بالك منه يا ست نبويه، ده ملوش حد واصل وشجيان. انت ما جيش منك الا المليح يا ست عنيات. لو في زيها اتنين كانت العربة بقت كان. مال فين مريم؟ قاعدة مع سي جابر فوق. يا مريم يا مريم. مريم محمود صديق تمام طاعة سنين سيد فرع الأسماك عريان سيد محمد سيد. هيدفع وكام؟ العلم عند الله. دول بيدفعوا للنفر خمسة جنيه. احنا كان مالنا ومال الشاقة ووجع الدماغ ده ملاليم. الواحد كان هج وفرح له اي بلد من اللي الناس بتجي عليه. واللي النفر هياخده هنا في سالي هياخده هناك في شهر. ايه محمد عطد ياه امير محمد شلتوت. اسمك ايه؟ عبد الرحيم. اسمك بالكامل المكتوب في البطاقة الشخصية. طب مش نفهم الاول هتدونا كام؟ قبل ما تفط هتفط، مش لما نوافق عليك الاول. ده حتى لو فار العدلة خلصت ما بقاش الا الفضار. برضك السؤال محرومش. والشرط نور يا عم الشيخ رضوان. اللي يقدرنا عليه ربنا كل واحد هياخد حقه. اللي بعده اللي بعده. ايوه يا سيدي. حمدي حسن صالح. حسن صالح علم على اسم الواد. مش ناقصين دول ناس مش وش نعمه. سيد فضل عثمان تمام طاعة حسنين. عبد الرازق حسن خليل. محمد صالح الحسين. عبد المحت خليفة يودة. طه خالد الزناتي. اخوي سخ سليم تلاقيه يعني امه في حاجة جواه وشايلها في بطنه، هي دي اللي مرقداه. كل ما زور سيد الشعراوي اجراه الفتح. بكرة بإذن الله ربنا هياخد بيده. الشافي هو اللي ما بيغفل ولا ينام. كفاية نفسه عليكي في الدار. شدي حالك امال، بكرة يقوم بالسلامة. يا ساتر. عملت ايه يا حسن؟ وصيت على البضاعة وهتوصل بكرة الصبح. شيل كرتون دول لقمة تدخلها جوه. وشي كده منين؟ مقطوع من شجرة، محدش عارف له مطرح. غلبان بيلقط رزقه. محدش غلبان، كل واحد وقدره وكل واحد بياخد نصيبه. الواد ده المفروض انه مرمي في السجن، ايه اللي خرجه؟ انت مهتم بيه ليه؟ هو عمل حاجة؟ دول في الظاهر ما بيعملوش غير الشوشرة والكلام الكتير، لكن في الباطن هما اللي بيخربوا البلد. افتكرت، ايوه
هو ده اللي كان المرحوم جوزي بيدور عليه. جوزي كان بيدور عليه ليه كفل الشر؟ هو قتل قتله؟ لا، ده كان زمان من اللي كانوا عاملين دوشه في الجامعه. يا ما في الحبس مظاليم يا بنيتي. انا ما بقتش فاهمه نفسي، ما بقتش افرق بين الخيال والحقيقه، جايز غلطانه وجايز لا. انا تعبت من كتر ما بتخيل حاجات وبتصور حاجات وتطلع على ما فيش. ساعات بحس ان انا مش انا. هي دي الست دوله مرات الجلاد؟ هي دي البرنسيسه حدوده العرابه بحالها؟ يا راجل دي حالها يصعب على الكافر، واللي ده عذابها ما يعرفش يأذي حد. انا بقى اقول لك على الاذى اللي دقته والتنكيل بيا وباصحابي. كلنا بقينا كل عين في حته وكل رجل في مكان، ومحدش فينا لاقي التاني عشان كلمه بيقولها راجل زي جوزها. انت عارف ان كرباج العيب بيولد البغل، ودوله الكرباج عليها ما بيونش، ومحدش ياخد الواحد بذنب التاني. صعب افرق بينها وبين جوزها لانهم ما بيفرقوش بينا. لو كان واحد تاني غير جوز دوله كان عمل برضه المطلوب منه. انت بتبص لعذاب دوله لوحدها وناسي عذاب الناس في العرابه كلها. انا هفضل مزروع في العرابه طول ما دوله فيها. ده اللي ربطك بالعرابه؟ تكونش انا في حاجات كتير بتبعدني عن دوله، لكن كل ما بقت بقرب. ما تضحكش عليا، انا بحلم ان الباب المقفول عليا تدق عليه الريح دقت ليها طعم تاني، اجري اجري وافتح الاقي دوله قدامي بتقول انا اهو يا عبد الله انا اهو. الدنيا صغيره قوي وممكن تتغير في غمضه عين. عبد الله 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 عبد الله. ايه خير؟ في ايه يا عبد الرحيم؟ ومنين هيجي الخير؟ شوية الفروج اللي حيلتي سموهم مين؟ مش هتخرج عن نادي الجماعة بتوع الفنطاس، مش عايزين نقول بهم. قدروا عليك لأنك لوحدك. يعني كنت هجيب حد تاني معاي يتكلم عن حجي؟ المرة دي قدروا على الفراريج، المرة الجاية هتبقى على الأكبر من كده. أنا مش قاصر، العين بالعين والسن بالسن. هو ده مربط الفرس، محدش يضربنا ونفضل ساكتين. أنا وأنت وحسن وكل اللي يهمه مصلحة المشروع نتلم، نبقى عزوة. وبكده مش ممكن هيقدروا يستفردوا بينا واحد ورا التاني. اسكت يا رضوان اسكت. اسكت على دولة واللي هي فيه. ليه؟ البنت عجلها نفق خلاص، عم تخبط شمال ويمين وكل شويه تطلع لنا حكايه وجديده. خيالتني شافت المسكين حسن عجل هزار. قالت ايه؟ افتكرت واحد من العيال اللي كان جوزها بيدور عليهم. بقى ليها مش مرار قاسي يا رضوان؟ عليك التصوير يعني يا مرتي. بقى افتكرته واحد من اللي بيدور عليهم جوزها. ايه وقلت ايه تاني هالمسكين حسن؟ كيف عرفته؟ شفته فين قبل كده؟ احكي لي يا شيخ احكي لي، ده حكايه وتضحك، خليني اشيل الهم من عالقلب. مفيش غير ان ناخدها مقام سيد الشعراوي، ده ما بيردش حد يستنجد بيه واصل. يا اللي قالت لك كده؟ ايوه بس عنايات على نيات. الكلام اللي قالته مرتك ما يطمنش. البركه فيك، شوف لنا صرفك ديه ولا كده؟ تصاريف كتير بس مش من يمتنا. أنا عارفك ما تغلبش، يعني كنت غلبت لما نصبت المريم فخ والخواجة يوسف راح فيها، ولا غلبت فراريك عبد الرحيم؟ معروف هات كمان، خد يمينك شحال بس تمنع يمينك شوية بس. الأجرة ومستعجل ليه؟ ايه ده؟ هو قلنا جيلهم على حمارة؟ ده ما يجيبش حق البنزين. احمد ربنا، هو انت راجلهم من مصر؟ لا يا ستي افتح الله. ادي جنيه زيادة، روح خلي ربنا يسهل لك غور. طب انطر ريحه.
باين الاشياء معاك معدن والحاله عال. ان شاء الله ما حد حوش، الخير هيغرق البلد والشغل هيبقى على ودنه. ربنا يخلينا شيخ البلد والحكومه. والله وان الاوان وجبل الصبر اللي كاتم على قلب العربه يدوب. نشوف حلمها بعينيه. حلم ايه يا ست مريم؟ هو مشروع الفطار شويه. ايوه بس عشان المشروع ينجح لازم يمسكه مقاول دارس وفاهم ومعتمد من الحكومه. حق دخان ده، حتى شيخ البلد اختار اول دفعه من الانفار ودفع لهم عربون من 100 للنفر اللي هتوصل 3 جنيه بالتمام والكمال. بس في درونكا بيدفعوا 5 جنيه للنفر وانتم مش اقل منهم. انت بتعيب في شيخ البلد وتجرح فيه؟ مش مرته اللي مشغلاك هنا؟ وانت ايش دخلك؟ هي مرات شيخ البلد هي اللي هتبني الفمطاس؟ ده حق الناس. اقفل بقك وصون البلد اللي لمتك. انا قلبي على البلد وناسها. فضوا الحكاوة دي وكل واحد يروح لحال سبيله. اه لو فاتوني العمر اتمشى لمشي في جبالك خضرتك دربك وعشي طيرك قبل ما اتعشى. اه لو فاتونا دق على بابك لدق وشم الحب في قلبك وتظهر الغنيوة في تيابك. يا ارضي يا حبيبتي بتفتحي حضنك لحضني مواسم، طواحينك الدايرة لها مواسم، والعشق له مواسم، واللقمة في بقك كيف ومواسم. ما هو برضو زي ولادك المطريت بتملسي عليهم بإيد وتسبلي عينيهم بإيد. انت بتجيب الكلام ده منين؟ من الناس اللي على سجيتهم وعايشين بالفطرة، ما بيقولوش حاجة وجواهم حاجة تانية، اللي في قلبهم على لسانهم. انت من فين يا حسن؟ من مصر. وايه اللي رماك هنا؟ النصيب والرزق والناس وحاجات تانية مش بإيدي. كلامك بيحير، فإنك ما بيعجبكش العجب. يعني انت عاجبك اللي شايفاه؟ مفيش فرق بينا. انت بتشوفي وتسكتي، بس انا ما اقدرش اسكت على اللي بشوفه. وش دراك اني ما بقولش؟ يا مريم يا مريم يا مريم. انت يا زفت الطين يا مريم يا مريم. انا هنا يا اخوي تحت امرك. يا مريم راحت فين؟ واقفه في دكانه البقاله مع حسن. الواد ده عامل زي تعبان الشراجي ملوش قرار. خبر ايه؟ قلت لك الف مره ما تعمليش الاوضه. الزينات ودفنت ما خليتش حاجه افرح بيها. ايه رايده تاني؟ ما تغيبيش عن نظري وخلوا داني كويايه وانزلي عنده. انا مش قلة تشرب منها وقت ما انت عايز، بزيادة اني شايلك على كفوف الراحة. من حق انزل تحت مدام مقضية لك طلباتك، ولا انت العمل الطيب زي العمل السوى عندك؟ Hey!
قلب عليل يا شافي يا كريم تكلنا واعتمدنا عليك يا الله يا رب اتقبل منا دعانا انت السميع الكريم يا رب واغفر ذنوبنا يا تواب يا رحيم يا كريم واغفر ذنوب اللي ماتوا واللي لسه عايشين يا غفور يا رحيم يا تواب يا كريم اخلف علينا بالحلال يا الله النبتة تنفع خضار على جد من ملك الحياة واحنا عبيدك صغار يا رب واحنا عبيدك صغار يا رب يا رب النوم جفاني والزمن شقاني والرابع تيجي وتمشي العباد بس تجدي بيك يا رب مش همت العدوين وظلم العزولين يا رحيم يا رب اكفيني شر سمع وبصر قلبي ولساني يا رب اكفيني شر عز من عمك يا رب بركول يا جماعة قبلونا في المشروع محدش قال لك ميت عيبته دي الشغل بيقولوا ان في ناس كبيرة قوي جاية من مصر تفتح المشروع بس لازم تاخدوا حقوكوا بالكامل امال هيشتغلوا ببلاش يعني يا عم لا انا بتكلم على اليومية اللي هيدفعوها لكم احنا كنا فين وبقينا فين ده اليومية اللي حدوها للنفر هتغطيه وتزيد بس انت عارف ان اليومية اللي هتاخدها اقل من اللي هم بياخدوها في درونك انا راضي وهو راضي مالك انت بينا يا قاضي الراجل بيتكلم عن مصلحتكم دول رجالتنا واهلنا ومش هيبيعونا بالرخيص لما يدفعوا لكم 3 جنيه في اليوم يبقى رخيص فجنت الغريب قلبك هيكون احن علينا من شيخ البلد وفر مفهوميتك لنفسك انا مش غريب انا عايش معاكم كاني اتولدت هنا والحق المسروق ما يتسكتش عليه اخذ الشيطان وما تتكلمش في اللي ما يخصكش الموضوع ده يخصنا كلنا ولا انت عايز الناس تبقى زي النعامه اللي دافنه راسها في الرمل الموضوع ده يخصنا كلنا هو حد يكره اللي ينوره ويفهمه اللي ليه واللي عليه ما دام في فايده لينا ما ياخدش ليه حقنا بالكامل هم نظروك احسن مننا فيه هي الخرسان من مرهاش هرجعتش ما يخلصنيش اشوف حقكم بيضيع واسكت وانت محموق وحارق قلبك علينا ليه احنا راضيين بجديه عشان دول الناس القدرات بتوعنا انا ما بقولش تعملوا لعيبه انا بقول تاخدوا حقكم ما دام بتشتغلوا وتشقوا والمساله بسيطه تقفوا راجل واحد وتقولوا كلمة واحدة محدش هيسرقكم محدش فيكم له بعاد هنا وما تعتبوش القهوة من هنا وغادي اتكلم على قدك احنا قاعدين على دماغك احنا قاعدين بفلوسنا مش عايشينك يا اخي شوف لك مطرح تاني اقعد فيه والله روح اقعد مع الناس اللي على مقاسك بتعيبوا في البلد اللي متوياكم ولحم كتافكم من خلقه جنت راجل خد قدام ما تحملش هم النوعية دي بالذات انا فاهمها كويس وده طلع لنا منين ده ده واحد من اياهم انا ليا طريقة معاه صعب دلوقتي حضرة المأمور الملعوب هيبقى مكشوف
كان لازم يتجنطر من الاول. تقصد ايه؟ ما تقلقش نفسك، همل الموضوع ده، انا مش نايم على وداني. طيب سلام عليكم. سلام. مساء الخير يا مريم. ايه هو السلام حرم؟ ان كان الحب القديم مات، العشرة هانت عليكي. ده كلام فات اوانه، لزوم ايه تعيده تاني؟ صعبان عليا يا مريم، من يوم ما وصلني الخبر عن جوزك وانا فكري بيودي وبيجيب. يا ترى هتسويه نبوية معاكي بعد موته؟ وانا من ميتة كنت بهمك، كنت خفت عليا زمان لما هتخاف عليا دلوك. هو اللي كان بيننا يتنسى؟ خلاص نسيت حفني؟ نسيت الحب اللي كنت متحزمة بيه؟ انا في حلم ولا في علم؟ اللي قدامي ده حفني نشواني ولا شبهه؟ فوق يا حفني، ده انت اللي يتلفح بك عريان، وانا مريم اللي بعتها ببلاش عشان تناسب الناس المليانة. كنت عايزنا اتفضح. بعد النصيبة اللي عملها ابوكي. ما تجيبش سيرة ابويا على لسانك، عايز ايه تاني بعد ما حركتوه وحرمتوني منه وامي ماتت بحسرتها عليه؟ ما حدش قال له يقعد في القهوة اللي فتحها خمارة وما يطلعش منها والفلاحين بيحرقوها. صوت اتنبح، لا هو سمعني ولا انت فهمتيني. وهو اللي فات مات. اللي راح مش هيموت يا حفني. انا بقولك دي برضه، اللي بيننا مش هيموت. ايه اللي ورا حجلك ورايا بتلف وتدور على ايه؟ انا شايل همك، دي ناس البلد كلها ما لهمش سيره غير الراجل اللي هيشتغل احداكه في البقاله، وده اللي غوشنا عليك يا مريم. انا جاي اكلمك واوعيكي، ما تنسيش ان نبويه ما حتصدق تلاقي ورقه تلعب بيها. العشره ما تهنش الا على اولاد الحرام. وداك العرابة تفتكر يا حضرة المأمور كان لازم تأشير الدخول للعرابة؟ جينا للكلام الفاضي والفلسفة الكدابة. حط راسك في دماغك وفكر، انت شايف العقل وراه الخير الكتير، واللي يمشي عدل يكسب. دي الحاجة الوحيدة اللي عرفتها في حياتي. انا بحذرك، مش عايز مشاكل في العرابة، ولو المسألة زادت عن حدها انت عارف العقاب هيكون ايه. عارفه ومجربه يا حضرة المأمور. مالك ومال جعاد القهاوي يا حسن؟ دول ناس مش من توبك. مطرحك هنا في البقالة. لايق عليك البقالة يا حسن. متشكر يا ست نبوية. عشان كده كنت عايز اخد رأيك في حاجة، وانت كلك نظر والقلب وما يرتاح له. انا تحت امرك، اي خدمة يا ست نبوية. ببلاش ست نبوية دي، خلي الباب مفتوح. هو في فرق بينك؟ ده بقت عشرة يا حسن. قول لي يا نبوية. العين ما تعلاش عن الحاجب يا ست نبويه. ده انت العين والحاجب والمن يا حسن. ده كتير عليا قوي يا ست نبويه. حلفتك بالامانه بتقولها ولا تعيدها تاني، ومن هنا ورايح اني نبويه وانت حسن. الاحترام واجب يا ست نبويه، وانت عارفه الناس هنا بيحاسبوا البني ادمين على الاشاره. وعشانك دي عايزه افضفض لك وبح لك على اللي في قلبي. نار جايده جوايا يا حسن، خايفه لو طلعت راح تحرق العرابه باللي فيها. يا ساتر، ده انت حالتك صعبه قوي يا ست نبويه.
اقعد يا حسن، انا عارفه ما حدش هيحس بيا ويعرف اللي فيا الا انت يا حسن. بالك يا حسن وانا عيله صغيره كنت بدلل المولد واشتري حلاوه البخت اللي في جزان الدندورمه، وياما موالد عدت عليا ما كانش بيطلع لي فيها بخت، واقول يا بنت عدلك ما جاش، استنى المولد اللي جاي، وهو جا المولد لحد عندي يا حسن وجاب لي العدل والفرح والهنا معاه. الحمد لله انك لقيتي عدلك يا ست نبويه. اسم الله عليك ما تفوتكش يا حسن. وعشان كده قلت يا بنت من هنا وغادي زيتنا هيبقى في الججنه، والكحك في الصواني يدور، والوز في البرام يحمر، والفريق يستر صدر الفرخه. دي فزوره يا ست نبويه، وانت اللي في ايدك حلها. قلت يا حسن لا اله الا الله. الحمد لله يا سعدك يا هناك يا نبوي. اقعد يا حسن. لا انا مرتاح كده. اقعد يا حسن، انت تعبت كتير وقال الاوان تستريح. اخوي جابر كتب البقاله باسمي من خوفه لا تبهدل بعد موته، وكل ده ومش لادد على مرته بنت الغزيه، وعشان كده قلت يا بنت محدش هيستحق البقاله وصاحبه البقاله الا حسن. يعني ايه؟ تتجوزني يا حسن. يا مريم يا نبويه يا مريم. ايوه اخوي. مريم راحت فين يا نبويه؟ راحت تشق على مرات شيخ البلد. روح املى جرد الميه ورش قدام الدكان احسن حتخرج. ادخلي سيب شعري سيب شعري. طيب اختك ست هانم راحت بعد صغيرتها عشان تفضحنا في البلد اكتر ما احنا مفضوحين. دي عناصي ولا هرة فيها. كل يوم التانية سيجل العربية ورحالة عندك ودينا شكل وتقولي لي حله. اسمع ابوي انا هبيع العربية عشان اعرف ليه ما بشوارع. ده مالك دي عربية ملكي كنت جاي جايبها لي بفلوسه. والله العظيم لو عمل كده انا اكون مضربها فوق دماغه. هذه الأرض الطيبة لقد عانيتم كثيرا من عدم وجود مياه الشرب النقية، وكنتم مثالا صادقا للوفاء وتحملتم في جلد وصبر، والصبر مفتاح الفرج. مال اسألوا أهل العلم. الأوان لتجنوا ثمار عرقكم وجهدكم، وها نحن نلتقي اليوم لنفتتح العمل في خزان المياه الحلوة الذي سيجعل من العرابة قرية نموذجية ليس في مصر وحدها بل في أنحاء العالم أجمع. والمجري بتاع مصر فاضل عليه قد ايه؟ ما تقلقش هتوصل في ميعادك. وسوف يتحقق حلمكم وحلم الاجيال القادمه. مهم قوي الاجيال القادمه دي، لازم تعملوا حاجه للعيال. ولا شكر على واجب، والسلام عليكم ورحمه الله.
الحقيقة يا علام بيه انت لخصت في خطبتك كل حاجة. المهم المجري لا يفوتني. علام بيه راجل ولا كل الرجالة وما هيمدش بره واصل زي الجرع، والكرسي برضه ما نساهوش اهله ولا ناسه. يعني كان نسي حتة الارض اللي ورثها من ابوه اللي باعها للمشروع بالشيء الفلاني. يا حفني خلونا باللي قدامنا، كل من دلوقت هنجر على بعض، ده الخير هيعم البلد كلتها. خلي نظرك واسع. بعته دار الشيخ سالم ووصله الحاجات اللي عايزها. انا راح اقضي واجب وراجع. خلي عينك على البقاله وودنك مع اخوي. صباح الخير. خليك قاعد في البقاله لحد ما ترجع نبويك. انت ليه بتهربي مني؟ ليه بتعامليني كاني عدوك؟ كفايه علي، انا فيا اللي مكفيني. حفني جه وقال لي على كلام الناس والسمعه البطاله اللي جايبها لي شغلك في البقاله، وديك الساعه نبويه تلعب ملعوبها وترميني لكلاب السكر. هي لسه هتلعب؟ جابر خلاص كتب لها البقالة باسمها. شفت الكلام ده منين؟ هي دي الحقيقة. وحفني عايز يتخلص مني أنا كمان ويرميني برا البلد، عشان بفهم عمال الفنطاس إيه الصح وإيه الغلط. بقى حفني ده ورايا ورايا؟ ما تحملش البقالة يا حسن، أما أشوف آخرتها معاها إيه.
ده زي ديل الكلب عمره ما ينعدل. الدنيا ولعت، البيضة توصل لنص ريال. المشكلة مش في البيضة، الغالة وصل لكل حاجة في البلد. ايوه، اللي بدوه لكم من ناحية دي بياخدوه من ناحية تانية. مش عايزين نتوه يا عبدالله، الحاجات كلها متسلسلة في بعض. انتوا اول حاجة تسألوا عليها المهندس اللي ما بيجيش ده. مفيش مشروع من غير مهندس يمسكه، وكمان لازم تطالبوا بيوميتكم كاملة. وان ما رضيوش ما تشتغلوش. لو ما اشتغلناش هجيبوا غيرنا. ما حدش يقدر يجيب غيركم. يعني ما نشتغلش ونموت من الجوع. المشروع محتاج عمال كتير، لو ما دفعوش اكتر مش هيلاقوا حد والشغل هيوقف. عشان ارد لك عجلك في راسك. مش هتقدر، لاني دي عربيتي. مالكي مالك جوز؟ انت اللي في البير واشربي منه. في ناس انك مهجور عليك من ايام الخانقة. هيا غشاش يا قادر يا حرامي. قوري من وشي. مخك تلف وتلفت مخ. انا معاكي. وراح ادور لك على عريس من الخانقة يقطع فيك وتقطع فيها. ورحمة بنتي لا دفعك الثمن غالي يا حفني. دي حاجة تتنسي؟ ده مات محروق. وعارفة مين اللي حرقه؟ أهل البلد. لا يا مريم، الحريقة دي من تدبير حفني أخويا. هو اللي قوم أهل البلد علشان يتخلص من جوازته ليكي ويتجوز بنت تاجر رود الفرج. هو اللي وز الناس قاعد يقول لهم إن أبوك هيعمل قمارة لغاية ما تقربوا عليه. وجوزي الجهل كان مشترك معاه عشان كان سامعك في العرض وفي البقاله. جابر وحفني هم اللي حرقوا ابوكي. مريم خدي حقك يا مريم، خدي حق ابوكي. ابوكي مات واتقتل بايديهم. كانوا قاصدين يقتلوا ابوكي. الدواء اللي بيسكن انا عايز اعرف الحقيقة منك. حقيقة ايه؟ ايه اللي عمله لك ابويا؟ ليه هو كان عمل ايه؟ قتلته ليه؟ جبت منين الكلام ده؟ كنت رايد ايه من موت ابويا؟ من اللي ما انا مخرج بالتخاريف دي. خدت الارض اللي كنت رايدها ونورت مرادك. مين اللي قال لك الكلام ده؟ مفيش شيء بيستخبى. يا ويلك يا سواد ليلك اجاب.
تسهل انت هو ما تعترفش بالاسمنت اوزن يدك الخلطة على الضمية اديها كمان امال الباشمهندس اللي بيشرف على المشروع ما بيجيش ليه يا حفن بيه مش شغلك انت هنا هتشتغل وبس خلص احنا مش اجارية ان كان على القرشين اللي بناخدهم خلاص خدوهم مش عايزينه بس المشروع يتم على نور مفيش مشروع يتم من غير مهندس يوقف عليه الرمل والحديد والاسمنت والخلطة كلها بحساب باشمهندس مرسيني على كل شيء وعرفت منه كيف الشغل يمشي وكله محسوب بالورقة والقلم يلا كله اتكل وشوف شغله ما عايزينش عطلة برضو وجود الباشمهندس بني زيادة في الضمان يا حفن بيه وبعدين الاجر اللي بناخده ده ما ينفعش ما شاء الله ما شاء الله دي حاجة تفرح القلب الحزين ايوه ايوه وايه كمان عاوزين نضبط زي عمال درونك ما فيش زيادة في الاجر واللي مش عاجبه يشرب من البحر يبقى مش هنشتغل بس مش هنهمل المشروع لحد غيرنا يشتغل مطرحنا بقى كده طيب والله لا تندموا الكلام اللي بيقولوه ده مش بتاعهم دول ما يعرفوش الالف من الكوز الدرة لازم حد ملعق لهم بالكلام ده وقومهم علينا معقول معقول كده في غمضة عين يتقلبوا من ترام بالجر ساجي لحدادي بتنوح انا قلت لك وما سمعتش كلامي يا حفني عيار واحد ونخلص منه ونقول واحد من المطار يطخه لا يا شيخ رضوان كده الحكاية وهتكبر قوي وخصوصا بعد ما نقلوا المعمور لازم يموت بطريقة تانية في أسيوط أزور أبويا وأمي بصي أنا مش دي مريم مرات المعلم جابر أيوة ومعاه حسن اللي بيشتغل حداهم يا حلاوة حلاوة خطوة على القبر خليك انت هنا يلا رضوان يجوا يعيروني على أهلي اللي جرالي ما أقول لحد عليه واللي حرقني النار ما تكفيه فين وقفتك يا أبويا برا الباب مجل ندولة يعملوا الحساب ارحمي نفسك يا مريم الدموع مش هترجع أبوك وأمك أنا ببكي على أبويا وأمي وعلى حالي
أنا مريم مش هسيبك لوحدك. الظلم اللي واقع علينا واحد. بس الظلم جلد سلامته حاجة تانية. مش قادرة أصدق يا حسن، الراجل اللي اديته عمري سرقني، سرق أبويا وحرقه. مليش حد في الدنيا فرديه. أنا أبوكي وأخوكي وأهلك. انجدني يا حسن، مفيش غيرك ياخد لي حقي. خد بتهريم الظلمة. دول بيعضوا في البلد زي الديابة، بياكلوا فيها والعظم يرمولي الغلابة. كان ودي هج في مطرح تاني، في بلد تانية وانفد بروحي، لكن مش هين علي هم الظالم تغفل عينه ولا يهناله نوم. الهروب زي الموت، عمره ما كان بيحل ولا يربط. أنا كنت عايز أمشي، لكن لما شفت بعيني السرقة بتاعت الفنطاس صممت أقعد. دول زي الكلاب، كل ما يهوهوا يلاقونا جرينا يعضوا فينا، لكن لو وقفنا لهم مفيش كلب منهم هيقدر يقرب مننا. كلامك بيريح يا حسن، لكن هيرجعلي اللي بدور عليه. بتدوري على ايه؟ العدل؟ انك تعيشي وتتنفسي ويرجعلك حقك؟ العدل ان دم ابوكي ما يروحش هدر. والعدل ده يجيبه منين؟ ما نسكتش على البطال، ما نشوفش حلم بلد بحالها بيموت جوا الكروش. لازم نلم أحلامنا. الخوف كاسي قلبي ومخليني زي الحلق اللي تسدت وداني. هم عايزيننا نخاف، عايزيننا نفضل متكممين زي الجمال من غير لسنة ولا عيون ولا قلوب. لازم ترجعي دارك دلوقتي. لا يا حسن، أنا مش هروح. كيف أعود لجابر بعد اللي سمعته وعرفته؟ أنا هقضي الليلة في مقام سيدي الشعراوي. ما تهربيش من عدوك، بس الأول لازم تتأكدي من اللي عمله جابر، وبعدين اختاري الطريق اللي انت عايزاه. مش عارفة، مش طايقة طول في خلقته. النهاردة لازم ترجع دارك، ودلوقتي. زيك يا نبوية. أهلا بيك يا شيخ رضوان، شرفت الدار يا سحفني. عاملة كيف يا نبوية؟ وكيف المعلم جابر؟ نحمده على كل حال. أمال الست مريم فين؟ راحت أسيوط تزور قبر الغزية أمها وترجع العهد. لوحدها ولا معها حسن؟ حسن، وحسن حيروح معها ليه؟ هي قاصر. ما الحسن فيها؟ أما نطلع نطمن على جابر. تفضلوا يا ساتر. من يوم ما لميتها وانا بفكر وفكري بيودي ويجيب، ظنيت والظن طلع في محله. هتطلع لمين؟ البنت لامها. امها ماتت، خلينا في الحي. طرطرك ولاب بغيرك. بقانا جابر على اخرة الزمن مرتي تبكى. نعار يا جابر، نعار حيحزمنا كلنا رجالة ونسوان. وقال ايه؟ يطلع على صيوت كده عين عينك قدام الناس، لا خشها ولا حياة. ده انت راجلنا، يعني مننا وعلينا، وشرفك شرف العرابة كلها. كل وقت وله أدان، وجي وقتك يا بنت قعر الطبلة وقصعة البطن حصل عارك. أبا هتعمل ايه؟ واحنا نقدر على البردعة ونهم الحمار؟ الواد الغريب اللي شغلته عندك هو اللي غواها وفتح عينيه، وهو اللي يدفع الثمن.
بنت مريم ما يقتلهاش، دي مرض هو حر فيها. المهم الواد حسن لازم يخلص عليه، لانه لو استنى اسبوع كمان هيقلب علينا البلد ويفضحنا. عداك العيب، والله المافيا اللي بيقولوا عنها في الجرانين دي بتفكر زيك، يدك على حاجه كده تحت الحساب. انت مش قبضت اول دفعه؟ خد دول لما نشوف حنوصل ليها. وقف هنا يا اسطى. انا جاي معاك يا مريم. لا يا حسن، خليك هنا، ما ترجعش لحد ما بعتلك. مش ممكن اسيبك وانت في الحاله دي. ما تخافش علي يا حسن، انا صبرت صبر ايوب العمر كله وانا صابره، وحصبر كمان. خلي بالك من نفسك. أنا جاية أكفر عن كل اللي حصل عشان بنتي تنام مستريحة في تربتها. أنا خدت الفلوس اللي سرقها حفني من المشروع. أهي حسن، أهي دول عايزين يقتلوك أنت ومريم. مالو جابر وعبوه ضدك وضدها؟ أنا عرفت إنها في البندر، هروح أحصلها عشان ما خليهاش ترجع. أنا اللي غصبت عليها ترجع، أنا اللي رجعتها لقدرها. مش هتلاقي حد يترحم عليك يا فجرة. عشيقك هملك وراح فين؟ مش مهم اموت، بس عايز اعرف انت قتلت ابويا. مش هتخوفني ببندقيتك عشان انت جبان مش قادر تنطق بالحقيقة. قولها يا جابر، قولها عشانك. دلوقتي اقول لك يا بنت الخواجة، يا خلفة منجوع البراطيش. ايوه احنا اللي قتلناه. خبر ايه؟ الترك جاي من شرق جمد بقالة جابر. يلا بينا.
قول ادينا خلصنا من الفاسره بنت الخزيه. انفد بشبابك يا حسن، اجري برا، انفد بشبابك، انفد بشبابك يا حسن. بتعيشي وهم كبير حواليكي، بيغنوا فوارس فوق دهور الخيل ومخبيين السناكي في جراب القلب ومخبيين الغناوي في جراب الليل. انا جيتلك وانا ماشي على كتف حمل تقيل، لو كان جمل كان عض بنيابه الخزام.